بلشت الفكرة معاي بأن أنا شخص بحب السفر كثير وبحب الروحة والجاية، وأحد أصدقائي اللي بحب يروح ويجي كان بصعب عليه أنه يسافر ويروح ويجي بسبب أنه الباسبور تاعه ما بأهله يطلع برا البلد اللي هو فيها. فمن هون بلشت تيجي معي فكرة أنه هذا الشخص بحب الحرية، بحب يروح ويجي، يعني طبيعة شغله اللي منقيها بحيث أنه ما حد يقدر يتحكم فيه، هو بتحكم بوقته بروحته وجيته. الهواية تعيته كانت تربية الحمام، وكانت كان بجسد تربية الحمام في عشقه للحرية وأنه بحب يروح يجي. المشكلة الرئيسية اللي كانت عندنا هو الوقت، كان عندنا كتير ضيق لحتى نعمل هذا الفيلم. التايم فريم اللي نقولنا إياه كان فري تايت، والحمد لله قدرنا ننجز ونعمل فيلم كتير لطيف بوقت كتير قليل.